بس مكملين معاكم فقراتنا. وصلنا لفقره المطبخ النهارده. مطبخنا هيكون انترناشنال، هنعمل تشيكن ستاجانوف على ايد الشيف امان ياسان. ازيك يا شيف؟ ازيك؟ عامله ايه؟ منورانا. بنورك. قولي لي بقى هنبدا بايه؟ احنا هنعمل تشيكن ستراجانوف. حلو. انت بتحبيها؟ انا بحبها جدا. هتعجبك ان شاء الله. وبحب البيف ستراجانوف كمان. الاثنين حلوين. بس النهارده هنعمل نسخه الفراخ. قولي لي بقى المقادير. هنحتاج فراخ، صدور فراخ متقطعه صغير، مشروم، بصل، دقيق، صويا صوص، ماسترد، وملح وفلفل، وثوم مفروم، وزبده وزيت. اوكي. اول حاجه بايه بقى؟ هنسيح الزبده والزيت الاول. انت اوريدي محضراه. حاطين زبده، هنحط بس شويه زيت صغيرين. تمام. وممكن احط سمنه بدل الزيت والزبده؟ ممكن سمنه. اوكي. يعني انت بتفضلي ايه في الطبق؟ زبده وزيت. اوكي. مع بعضهم. بيدي نكهه مختلفه؟ اه، نكهه مختلفه احسن. وبنحط الزيت علشان الزبده ما تحرقش. تمام. بس تسخن بس شويه، وهننزل بقى بعد كده. اول حاجه الفراخ. الفراخ عشان الفراخه بنتبلها باي حاجه ولا؟ لا، ما بتتبلهاش خالص. هي ما بتحتاجش غير ملح وفلفل بس. في الاول بس هننزل بالفراخ. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وليه بقى انت شخص بتحبي الفراخ اكتر ولا اللحمه؟ انا بحب الفراخ اكتر. هما الاثنين حلوين. انا مش عارفه ليه اغلب الناس بيحبوا الفراخ اكتر من اللحمه. دي احلى كتير، يعني فرق كبير قوي. اسهل واسرع. هي اسرع اعتقد برضه حسب قطعيه اللحمه. اه، بس احنا والشفاخ ده اللي بنستخدمه فيليتو. اه، في طبخنا ما بتبقاش يعني بتاخد وقت طويل في السوا. هنشوح بقى الفراخ. هشوحها بس كده، مش عايز احركها كتير عشان ما تنزلش ميه. بقى بس كده احط شويه فلفل. أوكي. مش هحط ملح دلوقتي. تمام. اشمعنى؟ علشان ما تنزلش ميه. ميتها. بس ها شويه فلفل واقلبها تقليبه كده، واستنى بقى لما تاخد لون كويس. طب اماني بقى وانت بتقلبي الفراخ كده، كلميني بقى عن نفسك. بداتي ازاي في مجال الطبيخ؟ انا خريجه كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان. ده تخصصك يعني؟ اه، تخصصي. اه يعني خريجه كليه سياحه وفنادق، وبعد ما اتخرجت اتجوزت، خدت فتره كده اتجوزت خلفت فيها. وبعد كده بقى انا بحب خلصت كله بدري بدري، ده احلى حاجه على فكره. وبعد كده بقى اولادي كبروا شويه. ولادك كبروا؟ انت شكلك صغير جدا ما شاء الله. عندهم كام سنه ولادك؟ عندي بنتين في ثانوي وولدين في ابتدائي. لا بتهزري؟ ما شاء الله. امسك الخشب. ما شاء الله. الحمد لله. فلما ابتدوا يكبروا بقى، اخر بقى طفل عندي نزل المدرسه، فجوزي بقى بصراحه الله يبارك له قال لي انت بتحبي المذاكره وشاطره. لا هو ما شاء الله موجود معانا النهارده وفيري سبورتيف يعني. فقال لي طب ادرسي بقى احسن، لو عايزه تشتغلي في المجال ده لازم تدرسي احسن. وانا حابه كده بجد يعني احسن. هو دايما بيسندك؟ اه طبعا. أيوة. طبعا في كل حاجه. اول داعم ليكي؟ هو شجعني اصلا عشان ادرس. يعني كان ممكن ما خلاص بقى، يعني بقى لي كتير هاوس وايف ما بعملش حاجه، فبلاش بقى. لا شجعني. انت اصلا بقى لي كتير هاوس وايف وبعد كده 15 سنه. اوكي. كتير. فمن 6 سنين بقى دورت بقى على مكان انا ادرس فيه. طبعا ما لقيتش خالص في مصر، يعني دورت كتير جدا. كانش في كورسات هنا؟ ما كانش في هنا في متوفر يعني اكاديميه كويسه تدرسني وتديني شهاده. لغايه ما جات لي فرصه ان انا ادرس، واخدت منحه من سيتي اند جيلت عشان اكون سيرتيفايد شيف. والحمد لله درست، كنت اولى على الدفعه بتاعتي. لا انت متالقه بقى. الحمد لله. وبعد بقى ما درست جوزك كان عنده حق. الحمد لله. الحمد لله. وبعد ما درست بقى، يعني قعدت درست بقى، اخد دبلومات تاني علشان اكون بقى مدرب. اوكي. هل مثلا في تخصصات في الكورسز دي؟ مثلا تخصص مثلا طبيخ شرقي، طبيخ انترناشونال؟ في بيبقى شيف سخن، في شيف حلويات، في بيكري، في جوردمانجي. انا شيف. لا قصدي في تخصصات في الكويزين نفسه؟ اه طبعا. أوكي. ايوه. اه بس احنا في الاكاديمي درستي كل حاجه. حلو. بعد كده انت بقى بتتخصصي. وقلبك راح لفين اكتر بقى؟ انا انترناشونال. انا شيف سخن اكل انترناشونال. بس انا دلوقتي بقى مدرب. انا مدرب طهي دلوقتي. انا بقى بدرب الشيفات دلوقتي عشان ياخدوا الدبلومه اللي انا خدتها. حلو قوي. يعني انا كنت متدربه، بقيت دلوقتي مدربه في نفس الاكاديميه بتاعتي. طب اكتر كويزين بتحبيه ايه؟ الايطالي. الايطالي جدا. انا بحب الايطالي جدا. انا بحب الريحان قوي وبحب زيت الزيتون. يعني انا بشرب اصلا زيت الزيتون. فانا بالنسبه لي ده كومبو رائع. الايطالي جدا. ايوه. وبتحب ايه تاني غير الايطالي؟ انا بحب البيكري بقى. يعني بحب الايطالي وبحب البيكري بقى. ديزرتس بقى والبيكري والحاجات دي. اه بحب الخبز. يعني انا بحب الخبز يعني من بعد المطبخ الايطالي، من بعد الهوت كيتشن الخبز. بحبه جدا جدا. يعني بحس ان هو ثيرابي حلو قوي. هو كفايه ريحته. اه هو كفايه ريحته اصلا. انجاز. بالظبط. بتحسي بانجاز، تخمري حاجه وتراعيها كده زي البيبي بكام. أيوة. بس بناكلها بقى ونعيط من هنا. الكالوريز قد كده. انا بقول حته. هنعمل ايه دلوقتي؟ الفراخ كده. هنزل بقى بالبصل. بصل.
بس وايه بقى الفرق ما بين البصل الاحمر والبصل الابيض؟ بصي البصل الاحمر فيه نسبه سكريات اكتر من البصل الابيض فينفع في السلطه اكتر. انا بحب الاحمر اكتر في السلطه اكتر حتى في الطبيخ انا بطبخ بالاحمر انا بحب ينزل السكر هو بتاعه بينزل بالابيض دي تسكيره شويه في الاكل بس هو في مثلا لو سلطه لا هستخدم البصل الاحمر مش البصل الابيض بس في الطبخ احنا بنفضل طبعا البصل الابيض. الابيض عارفه ممكن ينفع مع الريد صوص لان الريد صوص بيحتاج شويه تسكير كده فاعتقد البصل الاحمر يمشي معايا. انا بحب البصل الاحمر قوي. ايوه والله انا بحب كل انواع البصل احمر ابيض اخضر بحب البصل الاخضر جدا. الاخضر حلو جميل قوي برده مع السلطه مع اعتقد بقى يدخل بقى في الجابانيز كويزين والتشاينيز كويزين. بتحبي بقى الاكل الاسيوي؟ لسه كنت لسه هقول لك نفسي بقى ادرس اتعلم بقى الاكل الاسيوي بقى جميل. هننزل بقى بالمشروم. اوكي المشرومز بقى خليها كرانشي كده ولا بتحبي تسويها؟ احنا هنخليها يعني تتهري خالص يا دكتور تشويحه بسيطه تبقى الدنت كده وعمل في الخضار او المفروض ان احنا ما يضيعش كل معالمه كده. برافو يا امين برافو ايوه كده لما كل حاجه تكون ليها طعمها بيبقى فيه فليفرز كتير قوي ايوه بقك غير ما كل بقى يعني كل حاجه متساويه بالزياده ما بتاخدش حتى فايدتها انت كل ما بتخليها على النار مده اطول كل ما فايده الخضار بيروح. بالظبط بالظبط بالظبط. بس انا اول مره اجرب بقى السوي في السجنوف. بصي هو اساس السجنوف مسترد ولازم صويا صوص معاه صويا صوص معاه او شيستر شاير. ايوه صح 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 بيبقى مع الكريم بيديها لون حلو. انا كل ده ما حطيتش ملح عشان الصويا صوص فيه ملح فلسه في الاخر بقى في الاخر احط بس الصويا صوص. احط المسترد واحط الثوم. الثوم برده ما حطوش في الاول علشان ما يتحرقش. انا من الناس بقى بحب برضو التوم جدا فبزود توم جدا. انا برضو بحب في التوم. الاكل في التوم بس في حاجات ما ينفعش التوم يضغى عليها مثلا زي الاكله دي كده حقيقي التوم يضغى عليها. هحط بقى شويه ملح مش هحط كتير علشان زي ما قلت لك الصويا فيها ملح. انت قلتي بقى انك بتحبي البيكري قوي. يعني إيه؟ من بعد الاكل السخن المطبخ السخن البيكري ايه اللي متميزه قوي فيه بقى في البيكري؟ بصي انا برضو انا مش خباز فمش عايزه اقول لا ايه الحاجه اللي انت بتحبيها من ايديك؟ بس انا هقول لك ايه الحاجه اللي انا حسيت ان انجزت فيها. يعني المخبوزات احنا كلنا حتى انا كنت قبل حتى ما ادرس كست بيت كنت بعرف اعمل بيتزا. البيتزا انا شايفاها مقتنعه بيها ان هي كويسه اللي هي من وجهه نظري هي بيتزا ماما دي عارفه. ايوه عارفينها عارفينها. لا لما اتعلمت يعني البيكري دي انا علمت نفسي بنفسي بيها بي. يعني انا قعدت دورت شفتي ريسبيز يعني على اليوتيوب او اتعلمت كتير لا ومن شيفس كمان زمايلنا. عملت احسن حاجه مثلا بحبها في البيكري اللي هو العيش السوردو. حلو السوردو قعدت شهر عامله المطبخ معمل والخميره واصحى كل يوم الصبح. هي اصلا هو على قد ما هو سهل بس هو الزبطه عشان ما يكونش مر قوي عشان ما الزبطه بتاعته يعني فضلت شهر لغايه ما نجحت معايا وعملت السوردو ما عرفتش تاني كفايه عليك انجاز تعبت قوي منك. هحط بس معلقه دقيق بسيطه عشان اشقل الصوص يربط بس عارفه ده صعب قوي برده الكرواسون. الكرواسون صعب انا معرفش مين عنده كل يعمل اصلا كرواسون كمان عاوز يعني ما ينفعش تعمل في البيت عشان بيبقى عاوز مثلا درجه حراره كبيره طبعا سراده ايوه فمش لا وطبق على طبق على طبق ايه ده لا صعب قوي. اخر حاجه بقى هنحطها بقى الكريم. الكريم اوكي بسم الله الرحمن الرحيم مش هحطها كلها في الاول نشوف بس تقل الصوص ايه. انت بتحبي الصوص عامه خفيف ولا تقيل؟ هو المفروض يكون وسط, وسط. ولا هو تقيل ولا أيوة. خفيف. اوكي هنسيبه بقى على النار يتقل شويه على النار وهنقدمه بس اسهل حاجه ما اخدتش اي وقت معانا ممكن بقى نقدمها مع رز ابيض ممكن مع ماش بوتيتو ممكن مع باستا مسلوقه. واعتقد احلى حاجه مع الرز صح عشان ياخد من الصوص بتاعها. بحب الرز صح قوي عشان الصوص بالظبط. بس هو الباستا برضو لو سلقتي الباستا بقى لو دخلتي جواها الباستا بالظبط لو سلقتي جواها الباستا تبقى رائعه تشرب الصوص يعني. بتحبي ايه تاني بقى؟ قلتي ايجنت كويزين ايه تاني بتحبيه؟ بصي لا انا بحب كل الاكل كل اي اكل انا هاكله اديني بس انت الاكل الاكل المصري طبعا بتاعنا طبعا طبعا يعني لا يعلى عليه طبعا الاكل المصري كله نكهات. بس المطبخ المصري دايما متميز قوي
انا بحب بقى السندوتشات، بحب اعمل سندوتشات بتاعت اي عيش. انت داخله في اي عيش يا امين؟ سندوتشات غلط يا امين. برجر، برجر بقى. انا بحب البرجر. اه البرجر، بحب البرجر جدا. ما بحبش البرجر طبعا. تهيألي صح؟ طبعا كل الناس بتحب، بس انا بحب السماش اللي هو من غير اي اضافات، اللي هو بيور بيف. انا بحب الكلاسيك. الكلاسيك هو جبنه وبيض وما فيهوش اي حاجه، فيهوش صوص بيض. اه البيض اللي لا بيزعل منك. لا لا بيض مع البرجر صعب. لا هو انا بحب الكلاسيك. انا عندي في محاضره للبرجر في الاكاديميه دي، لازم اديها للولاد. اه نعمله. لا انت جينا مره تانية بقى نشوف موضوع البرجر ده. هتفتكر بقى الصوص والتوبينج اللي هيحطه فوق البرجر، وهيعمل سماش ولا هيعمل امريكان ولا ايه. أيوة. انا بحب السماش عشان اللي بقى بيور بيف. أوه. لكن الامريكان بيدخل معاه حاجات كتير اعتقد. يعني في ناس بتحط معاه عيش من يعني لما زي الكفته كده. البرجر اصلا هو اللحمه ومعاه ملح وفلفل بس، مش اكتر من كده. بالظبط. بس خلاص كده تمام. احنا ممكن بقى نحط بقى ممكن زعتر مفروم، بقدونس مفروم، ريحان. احط ريحان بس، حاجات بسيطه. ايوه انا احب الريحان قوي بس كده يعني مش حاجه كتير. وهنشيل بقى من على النار ونقدم بقى بس نقدمه على الرز. هنقدمه بقى مع الرز. بس الصوص كده هو لا هو تقيل ولا هو خفيف. ايوه خفيف. انا بس عايزه تسلم ايديكي، ريحتها تجنن بجد. تسلمي. ان شاء الله طعمها يكون احلى. لا انا هدوقها، هختم معاكي واقضي عليها دلوقتي. الله يا جماعه شايفين التقديم؟ اصل انا من الناس اللي بتاكل بعينيها قبل معدتها. انت هذا اهم حاجه، لازم. مش كل الناس كده على فكره. مش كل الناس كده. العين بتاكل قبل ما مش كل الناس المعلقه في بقنا. حلوه قوي. تسلم ايديكي والريحه تجنن. تسلمي اماني. انا بشكرك، انت نورتيني. ميرسي. وتسلم ايديكي. كنت معاكي النهارده. ميرسي جدا. وانا اكتر. ثانك يو. وان شاء الله تنورني مره ثانيه. هعمل لنا برجر بقى باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا في حلقات تانية كتير من هو وهنا.